يعني هناك الخوارج هنا الذين خرجوا على محمد مرسي، هذا من غير شك. من يقول غير هذا ليس بعالم. انا افتي الضباط والجنود الذين يستطيعون ان يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم ان يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. فانا احمي الشعب، افتي من يستطيع منهم ان يطلق رصاصة ويريحنا من شره. الملكية الدستورية كما يدعو كثير من الناس في بلاد الخليج وفي غيرها، هذا ما ينبغي للعقلاء ان يفعلوه. انا انادي اهل البحرين سنيين وشيعيين ان يلتقوا ويتحاوروا.